مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، تغطيه مباشره من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك. معكم المحل والمدرب المعتمد جوزيف دهنيه. بهذه الجلسه خلينا نتكلم شوي صغير على بعض السيناريوهات المفترضه بهذه الجلسات اللي عم نقوم فيها بشكل يومي. اذا بدكم عم تلاحظوا التغيرات اللي عم نشهدها على سوق الفوركس او اسواق المال بشكل عام، وممكن انه سويا نكون عم نحدد السيناريوهات المفترضه. اليوم حابب اتكلم بغض النظر عن المراكز اللي نحن عنا اياها اوريدي فاتحينها بالسوق، ان كان اليورو جي بي بي او حتى اسعار الدولار كاد، حابب انه مر على الاسترليني دولار او جي بي يو اس دي. جي بي يو اس دي هو من العملات الرئيسيه اللي عم نشهد او عم يشهد بعض التقلبات بالجلسات اللي مضت، ولكن هل يا ترى ممكن يكون عندي بعض فرص الاستثمار عليها؟ طبعا خلينا نمر ونشوف، نبتدي بالتحليل التقنيه على الرسوم البيانيه الاسبوعيه، ونرجع نمتد ونصغر التايم فريمز على رسم بياني يومي واربع ساعات لنشوف بعض استراتيجيات التداول اللي ممكن نستعملها. في البدايه بدي ادخل على الجي بي بي يو اس دي على الويكلي تشارت الايشيموكي اللي هو المؤشر الياباني، ونشوف الضغط السلبي اللي اثر الايشيموكي عليه من قبل الغيمي. خلينا نقول بهذه الحالة عم تلاحظوا الضغوطات السلبية اللي كان واجهها استرليني دولار بهذه المنطقة. وطبعا كنا تكلمنا عن الإشي موكيو نحن بجلسة سابقة، وكنا تكلمنا بكل بساطة انه السعر لما اذا بدكم يوصل الى منطقة الغيمة، والغيمة تكون تحت السعر، هي على طول بتمثل نقطة دعم، وعند اختراق الغيمة طبعا بصير عند ضغوطات سلبية. فعم تلاحظوا انه السوق ممكن يكون عم بيرتد اذا بدكم بشكل خلينا نقول واضح من هذه الغيمة او من الضغوطات او من منطقة المقاومة الموجودة عندي. اهلا وسهلا فيك استاذ سمير، واهلا وسهلا بالجميع بهيدي الجلسه. هل يا ترى اذا نحن في حال نتوقع سيناريو ايجابي على استرليني دولار، واذا في حال نحن التحاليل التقنيه تبعنا بتدعم السيناريوهات المفترضه اللي عم نشوفها امامنا، ما في شك انه ممكن بكل بساطه نحدد انه السيناريو الايجابي اللي ممكن يكون على استرليني دولار بشكل انفرس هيد اند شولدرز او نمط الراس والكتفين، ممكن هلا نشهد تراجع الاسترليني دولار بكتف اليمين. كتف اليمين على طول بيكون اوطى من كتف اليسار، وبهذه الحاله من المتوقع انه هذه المنطقه اللي ممكن نوصلها بالنسبه لاسترليني دولار هي منطقة تكون مغرية للشراء لمعظم المستثمرين. هلأ هذا التراجع عم يعني نتكلم على انخفاض استرليني الدولار بحدود تقريبا 200 أو 300 نقطة. فاليوم أنا وياكم بدي أحدد بهذه الجلسة على رسم بياني اليومي أو الأسبوعي أو حتى الأربع ساعات بدخول على رسوم بيانية الأصغر للتايم فريمز، نشوف إذا ممكن يكون عندي بعض فرص البيع على استرليني دولار. بكل بساطة على رسم بياني اليومي، يعني من الأسبوعي دخلنا على اليومي. اليوم بتلاحظوا انه على رسم بيان الاسبوعي كان عندي ضغوطات سلبيه من قبل الغيمه، اوكي، او المؤشر الايشيموكي. اما بالدخول على رسم بياني اليومي بتلاحظوا انه وصلنا لمناطق الدعم، تمام. طب هل يا ترى نحن كمضاربين كيف ممكن ناخذ بعين الاعتبار الاشاره من قبل الايشيموكي او هذا المؤشر الياباني؟ طب اذا في حال على رسم بيان الاسبوع عندي ضغوطات سلبيه وعلى رسم بيان اليومي نقطه دعم، طب هل يا ترى ممكن نتوقع ارتفاع على المدى الوسط للقصير اللي هي على رسم بيان اليومي، وانخفاض على المدى الوسط للطويل لانه عندي ضغوطات سلبيه على رسم بيان الاسبوعي؟ بكل بساطه رسم بيان الاسبوعي الشمعه تبعه او هي عباره او كل شمعه يابانيه بتمثل حرب، خلينا نقول، بين فريق الثيران وفريق الدباب، وتكون جديه اكثر. فاتوقع انا بالنسبه للضغوطات السلبيه اللي ممكن نواجهها لاسعار الاسترليني دولار والتراجع اللي ممكن نشهده على رسم بيان الاسبوعي، يتم اختراق هذه الغيمه على رسم بيان اليومي. هلا بكل بساطه نحن كمضاربين ممكن ننتظر اولا خطوط دعم تيتم اختراقها على مستوى 129.66. عند اختراق هذه المنطقه نتوقع ضعف استرليني دولار وتكمله اتجاه الهبوط. هيدي اول نقطه ممكن نفكر فيها. بالنسبه لثاني نقطه عنا على استرليني دولار، ممكن نرجع ننتظر الغيمه من ميل التحت، غيمة من ميل تحت، او خلينا نقول القاع تبع الغيمه اللي هي ايضا بتمثل اخر امل للسيناريو الايجابي. فبكل بساطه نحن كمضاربين نتوقع انه عند وصول استرليني دولار الى هذه المستويات واختراقها ممكن استفيد من هذه المرحله اللي انا عم بحددها، اوكي، رح ضويها باللون الاصفر. هذه المنطقه بكل بساطه اللي هي المنطقه اللي ممكن نستفيد منها. عند اختراق مستوى ال 129.66 ممكن ندخل بمراكز بيع ونعزز مراكز البيع للدخول او لمواصله اذا بدكم او تكمله الاتجاه الهابط لملامسه مستوى ال 128.22. فبهذه الحاله الفرق بين نقطه دخولنا وخروجنا تقريبا بحدود ال 140 بيب او 140 نقطه.
هذه المستويات المنتظره اللي هي رح نكون نحن عم نرجع نفكر بمراكز شراء. طبعا هذا الشيء ما بيمنع انه ممكن يتم عندي اختراق بسيط ما قبل الارتفاع، ولكن نحن نكون خرجنا من مراكز البيع واكتفينا بالارباح اللي ممكن نجنيها ضمن هذا الانخفاض. هلا لكل الاشخاص اللي بحبوا المخاطر والريسك تيكرز ممكن يدخلوا بالمستويات الحاليه، اذا بتكونوا على المستويات الحاليه يدخلوا بمراكز بيع، وبحيث طبعا انه استرليني دولار بجلسه اليوم افتتح السوق بالجلسة الآسيوية على رسم بيانة اليومي بشمعة تلقب بشمعة الشيفر. عم بتلاحظوا شمعة اليوم اللي هي شمعة الحمراء ابتدت من أعلى قمة لها ما سجلت ولا نقطة هاي، اوكي، ابتدت بالانخفاض عند افتتاح السوق، ابتدت بالانخفاض. فمنلاحظ انه عندي سيطرة تامة وسيطرة اذا بتكون واضحة لفريق الدبب على رسم بيانة استرليني دولار. هلأ كمضاربين ما في شك انه بيدخلوا على رسم بيانة 4 ساعات وعلى رسم بيانة ساعة ليحددوا بعض نقاط الدخول. بالدخول على رسم بيانة الساعة، اوكي، وخلينا نلغي الاشي موكيو، نتكلم شوي صغير بعض الموجات وفيبوناتشي، باخذ بعين الاعتبار من اخر قاع لاخر قمه عم نتداول على مستوى 76.4% فيبوناتشي، هيدي بالنسبه لاسترليني دولار. تمام، هذه المنطقه اللي هي انتم بتعرفوا بتمثل مستويات مهمه جدا لاسترليني. هلا بكل بساطه الاشخاص اللي منتظرين العملات الرئيسيه الاخرى مثل اليورو مثل الاسترالي مثل كل هالازواج الاخرى بدكم تكونوا عارفين انه نحن لما نحدد هذا السيناريو المفترض على الجي بي بي اس دي نتوقع السيناريوهات المفترضه على العملات الرئيسيه الاخرى، وباخذ بمعنى الاعتبار ان العملات الرئيسيه تقريبا عندهم علاقه ايجابيه او بيمشوا سويا بالاتجاه. فهلا استرليني دولار ما فينا نحدد نقطه دخول نحن غير ما يتم اختراق هذا القاع عندي اللي هو مستوى ال 130 او 15 اقله لنحدد مستويات بيع. بهذه الجلسة حاب انه ادخل الامر معلق بالبيع، سلمت اوردر على مستوى ال 130.10 اللي هو تحت مستوى ال 130.15 اللي حددناه، سلمت اوردر بنصف عقد خلينا نقول 0.5، سل pending اوردر، سل اون ستوب، سل اون ستوب اللي هو امر معلق بالبيع تحت قاع معين بنحدده، عند اختراق هذا القاع نتوقع تكمله اتجاه الهابط فتلقب بالسل اون ستوب اوردر نصف عقد، اوكي، على مستويات ال 130.10، اوكي، 130.10. ليش اخترت هذا الرقم؟ لانه اختراق اخر قاع تم تسجيله عندي من قبل استرليني دولار. ففورا عند اختراق هذا المستوى اللي هو مستوى 130.15 نتوقع تكمله اتجاه الهابط، فبكل بساطه ممكن نتوقع انخفاض لاسترليني دولار. هلا وقف الخساره، في عندي عده سيناريوهات مفترضه ممكن حدد وقف الخساره فيها. في عندي بعض الاشخاص بيقولوا لي نحن يعني لما نراقب الرسم البياني والشموع اليابانية ونشوف أن استرليني دولار ارتد من قاع معين لتسجيل إذا بدكم قمة معينة ما قبل الانخفاض عن جديد، تمام، بتلاحظ أنه هذه القمة اللي تم تسجيلها عندي هي قمة مهمة جدا، فممكن نحن نعرض وقف خسارتنا على هذه القمة إذا في حال تم اختراق السل اون ستوب اوردر. يعني عند دخول بمراكز بيع تحت مستوى 130.10 ممكن فورا نعرض وقف خسارتنا على مستوى 130.60، تمام، هذه القمة اللي تم تسجيلها عندي. فبكل بساطة اللي رح أعمله أنا هون إنه رح أعرض وقف خسارة ستوب لوس على مستوى 130.60 مع أمر معلق بالبيع على مستوى 130.10 وحط بليس اوردر. تمام، هلا شفتوا امامكم شو اللي صار عنا لاسترليني دولار. ممكن ندخل من المستويات الحاليه، ولكن طالما نحن على هذا الرسم البياني ووصلنا الى مستويات فيبوناتشي 76.4%، ليش ما منقلص المخاطر؟ وبما انه طبعا سوق الفوركس عم بيكون فولاتايل او التقلبات ضخمه جدا بالنسبه للسوق، فليش نحن ما بنخفف المخاطر وبنستعمل الامور المعلقه بالبيع والشراء اللي هي سيل اون ستوب اوردر وباي اون ستوب اوردر. فبكل بساطه بهذه الطريقه وبهذه الاستراتيجيه وخاصه بسنه 2019 اللي هي سنه المخاطر ممكن نحن نخفف هذا المخاطر على رأس مالنا وإدارة المخاطر اللي عم نحددها. هيدا بالنسبة للجي بي بي يو اس دي. طبعا بالنسبة لليورو دولار بتلاحظوا انه في حال نحن تكلمنا على سيناريو سلبي لاسترليني دولار ما في شك انه اليورو دولار ايضا ممكن يكمل اتجاه الهابط، وبالاخذ بعين الاعتبار طبعا انه نحن كنا حددنا هذا السيناريو المفترض. كيف حددناه؟ كنا تكلمنا انه نحن انتهاء اليورو دولار على هذه القمة بالذات كنا انتهينا من 3 موجات تصحيحية اللي هي ويف اي، هذه القمة ويف اي، دخلنا بمثلث اللي هي ويف بي وارتفاع ويف سي على هذه القمة بالذات. فبكل بساطة انتهينا من اول موجة تصحيحية اللي هي اي بي
سي اللي هي لقبناها بW. بغض النظر عن الألقاب، رجعنا انخفضنا أو خلينا نقول ارتفعنا بهذه الثلاث موجات الصحية. هلأ هذه الموجات اللي ابتدينا بالهبوط فيها اللي هي 1, 2, 3, 4, 5، انتو بتعرفوا لما تعد خمس موجات هبوط أو خمس موجات صعود، هيدي بتكون بتمثل موجة واحدة. بموجات إليوت ارتفاع خمس موجات هيدي بتعني الموجة الأولى، الموجة رقم 2 بتنخفض بشكل 3 موجات، فكل موجة تتضمن 5 موجات بقلبها أو ضمنها. فهذا الانخفاض بشكل 5 موجات اللي موجود عندي على زوج اليورو دولار لقاء مستوى 111.75 هو موجة رقم 1 أو الاندفاعية، وارتفاع الموجة رقم 2 على هذه المستويات، ونتوقع انخفاض الموجة رقم 3. فهلأ بكل بساطة ضعف اليورو دولار متوقع بالجلسة القادمة، لنرجع أيضا نشهد ارتفاع للدولار الأمريكي وقوة للدولار الأمريكي اللي كنا منتظرينه منذ أكثر من شهرين أو 3 لورا. فما حدا يفكر بالشراء لزوج اليورو دولار، وخاصة أنه تم اختراع مستويات فيبوناتشي المهمة جدا اللي هي بتعطي أمل للمستثمرين بمراكز شراء أو دخول مراكز شراء اللي هي عادة بتكون مستوى 61.8% و 76.4%. دولار ين شمعة ابتلاعية هابطة قبل أسبوعين. أوكي، خلينا نشوف أستاذ أنتو شو رأيك على الدولار ين وشو ممكن تشوف على رسم بياني الأسبوعي. أوكي أستاذ أنتو، خليني بس وضح لك الصورة بكل بساطة. أنتو بتعرفوا أنه نحن الأنماط الاحتوائية أو الابتلاعية، خليني أفسر لكم إياها هيك لمرة بشكل سريع. رح أعطيك مثل، أوكي رح أعطيك مثل. ارتفاع الدولار ين من مستوى 108 وصولا إلى هذه القمة، وعلى آخر قمة وصل الدولار ين على هذه المستويات، سجلنا نمط احتوائي أو شمعة ابتلاعية. ليش شمعة ابتلاعية سميناها؟ لأنه إذا بتلاحظوا على الشمعة اللي قبلها سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها وأغلقت تحت افتتاحها، تمام؟ وإنما هذه الشمعة الابتلاعية اللي تلقب بالengulfing pattern أو النمط الاحتوائي بتجي على القمة، يعني من وراء ارتفاع معين على القمة نشهد هذه الشمعة، ومن وراء ارتفاع بسيط نتوقع الهبوط، تمام؟ وإنما على الدولار ين هذه الشمعة اللي انت شفتها واللي انت سميتها نمط اذا بدك احتواء او شمعة ابتلاعية، بكل بساطة ما كانت على القمة. شمعة القمة هي هذه الشمعة، تمام؟ وليست هذه الشمعة الثانية اللي انت عم بتشوفها. فبكل بساطة منا شمعة نمط احتوائي، وليست اذا بدك اشارة بيع، تمام؟ للأسف. فإن شاء الله أنت منك تكون ما بتكون داخل بمراكز بيع الدولار ين بغض النظر عن هذا المستوى. خلينا نعمل تحاليل أخرى ممكن تدعم سيناريو هابط على سبيل المثال، تمام؟ إذا بدي أخذ فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، وصول الدولار ين إلى مستوى 76.4% هي قرب مستويات 111.55، تمام؟ هذه المستويات الأخيرة أو الأمل الأخير لفريق الدبب لا الدخول بمراكز بيع أو تعزيز مراكز البيع على زوج الدولاريان لموجة الصحية. ما في شك أستاذ أنتو، بالنسبة لأستاذ الموجات اللي أنت عطول بتفكر فيها أو اللي عطول نتكلم عليها نحن، طبعا هي ثلاث موجات صحية. أول موجة صحية ويف A، ثاني موجة صحية ويف B، وانخفاض ويف C. فممكن يكون عندي سيناريو بيع، مش خطأ أبدا أنك تفكر بمراكز بيع على الدولاريان، ولكن خليها تكون الأمور دقيقة شوي أكتر. أوكي، اللي هي الدخول على مستويات 111.55 اللي هي هذه المستويات بالضبط، ووقف خسارة على مستوى 112.11 اللي هي آخر قمة تم تسجيل عندي. بهذه الحالة نتوقع ضعف الدولار ين مع وقف خسارة وتحديد خسارة على آخر قمة تم تسجيل عندي اللي هي هذه القمة. أوكي، هيك بتكون قلصت المخاطر وبتكون حددت سيناريو مفترض. وإنما بالنسبة لي إذا بدي أفكر بسيناريو بيع على الدولار ين، بفضل أنه أنتظر. لقلك ليش بفضل أنه أنتظر؟ لأنه عندي شيء يلقب بإعادة الامتحان، كلنا بنعرف شيء يسمى بالريتست. لما نرسم خطوط دعم ومقاومة بهذا الشكل، من المتوقع أن يكون عندي ريتست. الريتست على الدولار ين ممكن أن تكون على مستويات 112.11، تمام؟ يعني ارتفاع الدولار ين بعد الى قمم جديده لهذه المستويات ما قبل الانخفاض ممكن تكون وارده جدا. هلا بالنسبه للتحاليل وبالنسبه لفيبوناتشي ممكن يكون عندي امور خلينا نقول مختلفه، وبالنسبه للتحاليل التقنيه البسيطه ايضا ممكن تكون امور خلينا نقول او نقاط الدخول مختلفه. فباخذ بعين الاعتبار سمبل تكنيكال اناليسس او التحاليل التقنيه البسيطه، اذا بدي اوصل القمم مع بعضها البعض، نقاط البيع من المستويات الحاليه،
يعني انت اذا في حالك تاخذ امور او سمبل تكنيكال اناليسيس وتوصل اول قاعين فقط مع بعضهم البعض بهذا الشكل بتقول لي والله حصل اعاده الامتحان. اوكي عندي هذا القاع كان مهم جدا، تم اختراقه، إعادة امتحانه وتوقع انخفاض. فممكن تكون وارد عند كتير مراكز البيع أوكي على الزوج الدولاريان. استاذ أنتو أنا نصيحتي لك فقط بس ارفع شوي وقف الخسارة أوكي من آخر قمة لآخر قاع، خلينا نرفع وقف الخسارة من مستوى 112 لمستوى 112-14 أو مستوى 112-15 كحد أقصى. أوكي هذه نصيحتي لك إذا في حال بدك تتمسك بمراكز البيع، وطبعا نحن نتمنى لك التوفيق بهذا المركز. ولكن أنا بالنسبة لي الدخول واختيار خلينا نقول الفرص البيع والشراء اللي عم ندخل فيهن عم بكون شوي عم بختار إذا بدك فرص استثمار حساسة جدا لتكون نقطة دخول مميزة، لتكون إذا بدك السوق عم يمشي معنا بشكل سريع، فعم بتكون صعبة بعض الشيء اختيار هذه الفرص الاستثمار. فممكن طبعا يعني الواحد اللي ياخذ مخاطر اكثر لازم يدخل بمراكز اكثر واكثر، ولازم يعرض وقف خساره تكون قريبه كرمال يقدر يكون عنده بعض الريسك تو ريورد ريشيو افضل. اوكي انا بالنسبه لي دولار ين هو مستويات مغري جدا لا طبعا التفكير بمراكز بيع. عندي خط ايضا هذا الخط المقاومه الموجود عندي ممكن نواجه بعض نقاط المقاومه على مستويات 111-55 أو 58 كحد اقصى، وطبعا ان شاء الله نبتدي من هذه الموجه الاندفاعيه. اما بالنسبه للامور الاخرى الدولار سويس، الدولار سويس يا جماعه كنت تكلمت عليه بكل بساطة على الرسم بين الأسبوع واليومي، وإذا بترجعوا بالجلسات السابقة كنا قلنا وتكلمنا على هذه خطوط المقاومة الموجودة عندي اللي تم ولمستها أكثر من مرة على زوج الدولار سويس، وقلنا المرة الرابعة هي اختراق، ولو حتى عم نشهد إذا بدك تراجع بسيط على الدولار سويس وإنما نتوقع الاختراق لأنه المرة الرابعة هيدي اللي تلامس مع خط المقاومة. وعادة بالتحليل التقنية أو عناوين التحليل التقنية البسيطة بتقول إنه خط الدعم والمقاومة كحد أقصى بحقله يتلامس السعر معه ثلاث مرات، الرابعة هي الاختراق. تمام؟ فأتوقع قوي للدولار سويس، وهذا الشيء بيدعم السيناريو السلبي على اليورو دولار، وبحيث طبعا انه الدولار سويس هو عنده علاقة إيجابية عفوا سلبية بينه وبين اليورو دولار. هي العلاقة الإيجابية هي بين الفرنك السويسري، ما أنا 100% طبعا، ولكن عندي علاقة إيجابية بين اليورو دولار اليورو خلينا نقول والسي اتش اف او الفرنك السويسري. تمام؟ فبكل بساطة لما نحن نيجي نقول اليورو دولار هو عم نضيف عليه اليورو دولار عم نضيف عليه يو اس دي اوكي على اليمين، اما بالنسبه للسي اتش اف اليو اس دي او الدولار الامريكي على اليسار، فبهذه الحاله هم بتتغير الاتجاهات، بتصير الاتجاهات معاكسه لليورو دولار وللدولار سويس او العكس صحيح. تمام؟ فبكل بساطه هذا هو السيناريو اللي اتوقعه على الدولار سويس، ارتفاعه وانخفاض اليورو دولار. اوكي يورو كاد خلينا نشوف اليورو كاد مميزة رائعة جدا. اليورو كاد هو من العملات الرئيسية اللي كنا توقعناهن، وكنا توقعنا انه نحن ارتفاع اليورو كاد من هذا القاع اللي تم تثبيته عندي، وباخذ مع الاعتبار موجات اليوت 1 2 ويف 3 ويف 4 دخلنا بمرحلة افقية، ومن ثم انخفاض خمس موجات ويف 5 انتهينا على هذا القاع. بكل بساطة التسميات على هذا الشكل 1 2 ويف 3 ويف 4 وويف 5 اللي هي فيها هون اي دبل اي 1 2 3 4 IV 4 ووي 5. اوكي فبكل بساطة انخفاض الخمس موجات اللي كنا تكلمنا عليهم على اليورو كاد، ابتدينا بثلاث موجات تصحيح اللي اوريدي انتهينا منهم ويف اي بي سي، انتهينا منهم تلقب هذه هذا النمط يلقب بالفلات بوزيشن او الموجات فلات. شو يعني؟ يعني لما نحن نتكلم على انخفاض للسوق ونتوقع ثلاث موجات تصحيح عادة بتكون اي بي سي، ثلاث موجات تصحيح ما قبل تكمل الاتجاه الهابط. هذه الموجات التصحية اللي عم نتكلم عليهم ممكن يكونوا فلات، يعني بدل ما يكونوا اي بي سي ارتفعت ويف سي او الموجة الثالثة التصحية اعلى اوكي من الموجة الاولى يعني بهذا الشكل. تمام؟ ممكن تكون فلات، يعني ممكن اي بي سي تكون بهذا الشكل ما قبل تكمل الاتجاه الهابط، ونسجل قمة مزدوجة او شيء يلقب بالدبل توب. فهذا اللي حصل عنا على اليورو كاد اللي هي اي بي سي كان عنده دبل توب قمة مزدوجة على هذه المستويات، وابتدينا او انتهينا من الموجة الضخمة اللي هي ويف 2 بهذا الشكل
وهون كان عندي بيج ويف 1. وانتم بتعرفوا ان الموج رقم واحد الضخمه تتضمن خمس موجات، مش هيك؟ نحن عدينا خمس موجات لهذا الانخفاض لسعرنا الموجه الاولى، ومن ثم طلعنا ثلاث موجات صحيه لسعرنا الموجه الثانيه موج رقم 2، وهلا نتوقع تكمله اتجاه الهابط للموجه الثالثه. هلا بالنسبه لليورو كاد هذا الشيء ما بيمنع انه ممكن نشهد موجات صحيه بسيطه بالاتجاه الصاعد من قبل اتجاه الهابط، تمام؟ هذا الشيء ما بيمنع. إذا في حال عندك مراكز شراء على اليوروكاد، أول موجات تصحية ممكن إذا بدك يعني تشهدهم على اليوروكاد فورا خروج من مراكز الشراء، تمام؟ لأنه نتوقع تكمل اتجاه الصاعد وضعف اليورو دولار مقابل الكندي. فبكل بساطة إذا عم تلاحظوا شغلي أستاذ بديس، أوكي خليني بس فسر لك شغلي مهم جدا. عندي زوج اليورو كندي، يورو كاد، بكل بساطة إذا في حال بدي أحلل كل عملة لحالها اللي هو مجموع هذا الزوج هو اليورو يو اس دي، صح؟ واليو اس دي كاد، يو اس دي كاد. طيب إذا في حال نحن هذا الزوج اليورو كاد هو بيمثل اليورو دولار واليو اس دي كاد، طيب إذا في حال نحن نتوقع ضعف اليورو دولار، نحن كنا تكلمنا على اليورو دولار وكنا تكلمنا على ضعف اليورو دولار، يعني اليورو رح يضعف أمام الدولار الأمريكي، يعني اليورو دولار هون شايفينه بيع سل، تمام؟ هيدي أول نقطة. أما بالنسبة للكندي شايفين الدولار كاد بيع، لأنه احنا أيضا داخلين بمراكز بيع على اليو اس دي كاد وعم تشوفوا أنه احنا عاملين فيها أرباح، وبكل بساطة شايفين اليو اس دي كاد بالاتجاه الهابط، يعني نتوقع ضعف الدولار الأمريكي مقابل ارتفاع الكندي، يعني الكاد شايفينه ارتفاع، يعني هون الكندي شايفينه باي. شو يعني؟ هذا بيعني مركز بيع اليورو مقابل شراء الكندي، يعني ضعف اليورو مقابل الكندي، يعني تكمل اتجاه الهابط لهذا الزوج اليورو كاد. فبكل بساطة نحن اليورو كندي نتوقع الموجة الاندفاعية هلأ تكفي باتجاه الهابط، وأنما ما في شك أنه على كمضاربة ممكن توقع ارتداد بسيط. هلأ إذا بدي أتوقع أنا من أي نقطة ممكن تكون الارتداد، بكل بساطة بدي أعمل دراسات شوي أكثر وأسرع. أوكي، تم اختراق مستوى 261.8%، اوكي 4-5 ممكن عن مستوى 148-80 اول مستويات دعم نرجع نشهدها لليورو كاد، ارتداد بسيط وتكمله اتجاه الهابط. فللاسف انا ما بشوف انه ممكن يكون عندي كثير اذا بدكم موجات تصحيه على اليورو كندي ما قبل تكمله اتجاه الهابط. اوكي، ضعف اليورو اذا بدك مهيمن هلا على السوق، وعم تلاحظ هلا اليورو عم يسجل مستويات وقعان جديده على مستوى 111.88، فما في شك انه ممكن اليورو يكفي ضعفه ونكمل اتجاه الهابط اقله لمستوى 111.50-40 وحتى اقل. استاذ محمد اهلا وسهلا فيك. هذا بالنسبه لليورو دولار. اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه ما في شك انه بعدها قويه، ما في شك انه عم نشهد اذا بدكم قمم جديده للمؤشرات الامريكيه، ومن وراء انتهاء هذه الموجه اللي 1 2 3 دخلنا بمرحله افقيه يعني مثلث خلينا نقول، ونتوقع ارتفاع الموجه الخامسه ممكن يكون بعد ما انتهيت عندي بعد قمه جديده ما قبل الموجات التصحيه 3 وطبعا الارتفاع على المدى الوسط الطويل. فبكل بساطة الداو جونز نتوقع بعد وصوله إلى قمة وتسجيل قمة جديدة ما قبل اتجاه هابط إذا بدكم لموجات تصحية، بس ما حدا يفكر ببيع المؤشرات الأمريكية. وأيضا أسعار النفط كنا تكلمنا على مستوى 63.70 هي المستويات المنتظرة لأسعار النفط ما قبل تكملة اتجاه الهابط، أو إشارة انعكاسية أقل له لأسعار النفط لموجات تصحية خلينا نقول. أوكي، ولكن ما في شك أن أسعار النفط رح نرجع نزور مستويات 59 57 55 دولار، لأنه نحن إذا في حال بدنا نعتبر هذه الموجة اندفاعية أو تصحيحية ما في شك أنه عندي موجة مضادة لهذه الموجة ما قبل تكمل اتجاه الصاعد، إذا في حال بعدنا شايفينه بسيناريو إيجابي. فبكل بساطة هذه الموجة التصحية اللي عم ننتظرها نحن بعد موجودة على أسعار النفط، وأنما مش من المستويات الحالية، ممكن ننتظر بعد قمة جديدة لمستوى 63.70-63.70، هذه المستويات المنتظرة لأسعار النفط رح نزورها ما قبل تغيير الاتجاه على المدى الوسط للقريب.
بالنسبة لليو اس دي كاد، بعضنا شايفين مراكز بيع، بعضنا داخلين بمراكز بيع. نتوقع انه هذه الموجة اللي داخلين فيها هي موجة فقط تصحيحية، ما في شك انه ممكن ارتفع شوي صغيرة للدولار كاد للتسجيل اذا بدكم موجة مستوى ال 133 50 60 ما قبل، عفوا ما قبل اشارة انعكاسية جديدة لزيادة مستويات ال 130 وحتى ال 128 80. انا بالنسبه لي هذه المستويات اللي راح اغلق عليها الدولار كاد كاول مرحله اللي هي 128 80، راح ضلني متمسك بمراكزي اللي هي مراكز بيع على اليو اس دي كاد ومراكز بيع على اليورو جي بي بي، هول الازواج اللي نحن داخلين فيهم. وطبعا بعدني مطمنكم انه بعدنا شايفين مراكز بيع عليهم ولو حتى بده يسجلوا موجات تصحيحيه مضاده للاتجاه اللي نحن داخلين فيه. بهذه الجلسة وباستعمال إيشيموكي ومؤشرات اليابانية، عم بتلاحظوا أن خطوط المقاومة اللي هي من قبل إذا بدكم متوسطات متحركة بعدها عم تقدم لي ضغط سلبي، عم بتلاحظوا أن الغيمة هي عم تقدم إذا بدكم ضغوطات أيضا سلبية لأنه عم تشتغل فوق السعر، هذه الغيمة فوق السعر، فبهذه الحالة عند ضغوطات سلبية. عم بتلاحظوا انه الشيكو سباني اللي هو المتوسط المتحرك الاخضر تحت السعر وهذه ايضا ضغوطات سلبية، فبكل بساطة الاشي مو كيو او هذا المؤشر الياباني عم بيعطيني تكملة اتجاه الهابط لليو اس دي كاد ولا ضعف الدولار الامريكي مقابل الكندي. فاذا في حال نحن عم نشهد تراجع لليورو دولار، ضعف لليورو دولار، ضعف لاسترلين دولار، ضعف للعملات الرئيسية، يعني الدولار الامريكي عم يرتفع. طب اذا في حال الدولار الامريكي عم يرتفع وهو ايضا الدولار كاد باتجاه عام هابط، يعني من الاصول نحن نفكر فورا انه الكندي دولار هو اللي عم يقوى على الدولار الامريكي، ولو حتى الدولار الامريكي باتجاه عام صاعد، ولو حتى الدولار الامريكي قوي بالجلسات اللي عم نشهدها طبعا، وانما الكندي اقوى من الدولار الامريكي بكل بساطه وبكل وضوح. فنتوقع ضعف الدولار كاد لانه الكندي دولار هو من اقوى العملات الموجوده هلا، وخاصه من وراء اذا بدكم قوه النفط، لانه الكندي والنفط عندهم علاقه ايجابيه سوا، وبحكم او بحيث انه كندا هي من البلدان الاولى المصدره لبرميل النفط، وطبعا الدوله اللي كانت اذا بدكم تستورد منها هي الولايات المتحده، وكنا تكلمنا على هذا الموضوع انه هن جيران طبعا. استاذ محمد اوكي، شو اللي منه واضح فيها؟ يعني ممكن يكون في عندك بالنسبه للرسوم البيانيه عم تتكلم؟ اوكي، هلا صارت افضل ولا لا؟ حابب بس اعرف. حابب احد الاشخاص الموجودين معنا بهذه الجلسه حابب انه شيء نتكلم على زوج معين او بير معين، ما يتردد اوكي اكتبوا لي بالكومنت كرمال ندخل ونحلل الزوج اللي انتم بتختاروه اوكي، ولو حتى عندكم صفقات فاتحين على هذا الزوج اوكي. بتمنى منكم تكتبوا لي بالكومنت كرمال نكون عارفين على اي ازواج حابين ان احنا نمر بكل بساطه. الجيرمان داكس المؤشر الالماني الاخطر في شاشه البورصه، الاخطر لانه كل نقطه او كل بيب هي عباره عن 25 يورو، يعني عم نتكلم على 30 دولار، وهذا الاندكس اللي هو من الاندكسز اللي اذا بدكم بكل بساطه بيتحرك 200 او 300 او 400 نقطه بالنهار، فبكل بساطه عم نتكلم على تقريبا بحدود ال 3000 او 4000 نقطه او حتى اكثر 6000 دولار تقريبا للعقد الكامل. طبعا هيدي بالنسبه للجيرمان داكس، ولكن بتلاحظوا النمط ليكو، مين ممكن يقول لي هذه الشمعه شو اسمها؟ مين ممكن من الاشخاص الموجودين؟ استاذ انتو، استاذ محمد، استاذ حسن، غسان، حميد، سمير، إذا بعضكم موجودين بهذه الجلسة، شو اسمها هذه الشمعة؟ من وراء انخفاض معين وانخفاض ضخم جدا على القاع، شمعة خضراء فاجأتنا، سجلت مستويات أوطى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت فوق افتتاحها، شو اللي صار؟ عطتنا إشارة إيجابية على إنه الشموع القادمة ممكن تكون شموع تابعة لفريق الثيران. فبكل بساطة نتوقع إشارة انعكاسية وبالفعل هيك صار. طب وين وقف الخسارة؟ وقف الخسارة على آخر قاع؟ هل يا ترى تم اختراق شيء آخر قاع تم تسجيله من قبل هذه الشمعة الانعكاسية؟ طبعا لا. طب شو في حال نحن عم بقلكم انه ممكن تنتظروا هذه الإشارات على الرسوم البيانية، ولما تكون عندكم هذه الإشارات واضحة و تكون اذا بدكم بكل وضوح متاكدين منها، وخاصه على الرسم بين الاربع ساعات وما فوق، هذه فرص الاستثمار المميزه اللي عم جرب لكم اياه، انه
قلصوا المخاطر بالعثور على إشارات انعكاسية أو أنماط من قبل الشموع اليابانية، وخاصة بأنماط بسيطة جدا. عم نتكلم على شموع يابانية عم تقدر تعطيني إشارات واضحة ممكن نستفيد منها. تمام، طب هذا الموضوع يعني ما في لزوم انك تدخل بفيبوناتشي واليوت ويفز وكل هول الامور اللي او التحاليل الصعبه. بكل بساطه عم لك الشموع اليابانيه ممكن تعطيك اشارات شراء وبيع، ولكن الشيء السلبي بهذا الموضوع، سلبي مش لنا او لسوق الفوركس، هو السلبي للمضارب اللي هو ما بيقدر يعيش من دون دخول بمراكز عشوائيه. هذا هو الموضوع السلبي. ليش؟ لانه الانماط الاحتوائيه وهذه الانماط اللي بنشوفها امامنا مش كل دقيقة بتشوفها، مش كل ساعة بتشوفها، ممكن تنتظر النهار بأكمله كرمال تشوف إشارة انعكاسية. فلازم يكون عندك طولة بال، لازم يكون عندك تروي كرمال تقدر تنتظر هذه الإشارات الواضحة ونبتدي بإشارات انعكاسية ونقدر نستفيد من السوق. أنا شو عرفني شو اللي صار بألمانيا؟ حدا منكم بيعرف شو صار بألمانيا كرمال نبتدي بالارتفاع للجيرمان داكس؟ من وراء انخفاض ابتدينا من الارتفاع، شو اللي صار؟ اقتصاديا هل يا ترى هذا الانخفاض والارتفاع له تحليل شيء؟ طبعا لا. هذه الاشاره او الشمعه اليابانيه هي الوحيده اللي اعطتني اشاره انعكاسيه كرمال لا اقدر استفيد من سوق الفوركس او اسواق المال. بكل بساطه ما حدا يقول لي انه بالمانيا ما ادري شو صار، واقتصاديا او سياسيا او كل هول الاخبار ما بتهمني. انا كمحلل تقني مجرد ما شفت هذه الاشاره والشمعه بقدر فوت بالسوق. بالنسبه لاسعار الذهب، اسعار الذهب على رسم بيان الاسبوع هو اذا بدكم من اكثر الرسوم البيانيه اللي بتعطيني شموع يابانيه وممكن يعني انماط احتوائيه، وطبعا بتكون واضحه جدا. اسعار الذهب من وراء ارتفاع، هلا طبعا انخفاض او ارتفاع، خلينا نقول من اخر قاع لاخر قمه، هذا الارتفاع كله ما قدرنا ناخذ اشاره، ولكن على القمه عند نمط الهامر شمعه المطرقه باللون الاخضر اعطتني اشاره انعكاسيه على انه السوق بده يبتدي ينزل. فأنا دخلت بمراكز بيع على أسعار الذهب وحددنا وقف خسارة فوق مستوى ال 1346 اللي هي آخر قمة تم تسجيلها عندي. طب هذه الشمعة اللي هي شمعة المطر هي أبسط التحاليل الاقتصادية. ما في لزوم أنت تتابع أي محلل على التليجرام، وما في لزوم تتابع ولا تفتح أي خلينا نقول ويب سايتس أو أي مواقع تابعة على البورصة. ما في لزوم، انت والشاشه لحالك بس لما تشوف نمط احتوائي او شمعه مطرقه هي اسهل شيء ممكن تتعلمه بالبورصه ويطلع لك مال. 5% فقط بعده من المضاربين بيستعملوا الانماط والتحاليل الاقتصاديه البسيطه. 95% من المحللين بيستعملوا التحاليل التقنيه المتقدمه واللي هي بكل بساطه ممكن تكون من الناجحه. الاحصائيات بتقول انه 95% من الاشخاص بيخسروا بالبورصه. طب الها علاقه بالايكون؟ 95% من الاشخاص بيخسروا بالبورصه لانه 95% من الاشخاص بيستعملوا تحاليل تقنيه متقدمه وامور معقده وما بيقدروا يحللوا الامور بشكل بسيط. 5% هن اللي بيربحوا، 5% اللي هن بيتعاطوا مع سوق الفوركس ببساطته وما بيفكروا وما بعقدوا التفكير. على كل الأحوال بهذه الجلسة نحن كنا مرينا على معظم الأزواج والعملات الرئيسية، وأنا بتمنى طبعا تكون يعني هذا الأسبوع يكون أسبوع مثمر للجميع، وكل نهار يكون نهار مثمر للجميع. بتمنى لكم التوفيق وبشوفكم جلسة صباحية غدا إن شاء الله. استاذ أنتو اليورو نيوزيلندي، نسينا اليورو نيوزيلندي نمر عليه، خلينا نمر عليه بشكل سريع أوكي قبل ما نغلق هذه الجلسة. اليورو نيوزيلند مع الانخفاض اوكي 4 5 اي بي سي، خلينا نستعمل فيبوناتشي من هون 100%. اوكي تمام. بكل بساطه هذه الموجه الاندفاعيه اللي شاهدناها على اليورو النيوزيلندي، هذه الموجه الاندفاعيه، ولو حتى طبعا هذه الانماط خطيره جدا ولكن وصلنا لقاع مهم جدا. هلا الموجه التصحيحيه والنمط الاحتوائي اللي ممكن يكون تسجل عندي على اليورو النيوزيلندي هو شيء ايجابي طبعا، وانما بالنسبه لليورو نيوزيلند اذا بتلاحظ اخر نمط هو الانفرس هيد اند شولدرز او هو النمط الراس والكتفين، فبكل بساطه ممكن يكون عندي اشاره ايجابيه على المدى الوسط للاصيل لليورو نيوزيلند لمستويات محدده. عاده بنقيس المسافه من اخر قاع لاخر قمه او لهذا الارتفاع اللي هو الراس وبنعمل له بروجكشن.
فمن المفترض أن نحن نزور مستوى 168 ما قبل ارتجاء المعاكس، ولكن أنا ما رح خوفك من هذا الارتفاع، وبكل بساطة رح أقول لك أنه أنت خلينا نحدد إذا بدكم هذه المستويات اللي هي مستويات المقاومة كأول نقاط تم اختراقها. أنت بكل بساطة مع ارتداد السوق هلا اليورو نيوزيلندي مع ارتداد وإعادة الامتحان تقريبا بحدود 50 أو 60 نقطة، أوكي، ممكن تعدل الصفقة اللي داخل فيها، لأن إعادة الامتحان لتكملة اتجاه الصاعد أنت عارف هو سيناريو إيجابي، تمام؟ وهذه شمعة، شمعة الأربع ساعات الحالية هي أول شمعة بتغلق فوق خط المقاومة. فبكل بساطة أنت إذا في حال بقى تنتظر إشارة أو بقى تعمل أقله استراتيجية الهجينج، يعني تدخل بمركز شراء مقابل مركز البيع اللي داخل فيه، بكل بساطة ممكن تنطر ارتداد 30 أو 40 نقطة أو 50 نقطة أو 60 نقطة لليورو نيوزيلندي وتدخل بصفقة شراء مقابل صفقة البيع للوصول إلى مستويات محددة جدا ومنحددها سويا لاحقا، أوكي، لتغلق مراكز الشراء ونرجع نخلي مراكز البيع وصفقة البيع لنرجع نبتدي بالأرباح، تمام؟ فممكن تاخد شوية وقت معاك كرمال تقدر تخرج من هذا المركز، ولكن ما في شيء بخوف. إذا بتتروى بتفكر بطريقة سليمة ممكن تخرج من اي مركز خسران بسوق الفوركس، اوكي؟ فقط انتظر اشاره تصحيه بسيطه على اليورو نيوزيلندي، وطبعا ادخل باستراتيجيه الهيدجينج. اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه، يعني ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من جلساتنا اليوميه من صفحه تكمل عربيه على فيسبوك. كان معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه، الى اللقاء.